صحة وسعادة. صباح الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محدثتكم دكتورة سارة الدلال، ونتمنى لكم هذا الصباح الجميل والصباح اللي مملوء بالخير والنور والإشراق على الإمارات، على أغلى وطن، على أعزائنا المستمعين. ونرحب فيكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة دبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. حابة في البداية أشكر الجميع اللي متواجدين معانا اليوم، ومن الإعداد إلى التنفيذ إلى الإخراج مع مخرجنا المبدع، مخرجنا نمر محمد. وأيضا حاب أذكركم في هذا الصباح الجميل بأرقام التواصل، دائما نحب نحن تفاعلكم وتواصلكم معنا، فأرقام التواصل على الهاتف بتكون 600551414، وعلى الرسائل النصية 4006. يلا جهزوا موبايلاتكم وجهزوا كل شيء في ديكم وابعثوا لنا كل استفساراتكم، نحن موجودين لكم إن شاء الله بإذن الله. أعزائنا المستمعين، اليوم بنقول لكم كيف بتكون شوية معانا هذه الحلقة. الحلقة هاي بتكون فيها فقرات شيقة وممتعة إن شاء الله ومفيدة بإذن الله. نبتدي أول شيء بخبر بسيط، وأتمنى هذا الخبر يكون مهم جدا، لأن هذا الخبر بيتناول عن أفضل الأوقات لتناول الفيتامين دال. طبعا فيتامين دال نحن يعني المنطقة هاي معروفة إن شوية عندنا الفيتامين دال نازل شوي، أو نحن المستويات اللي عندنا في الدم مش كما مبود. فاليوم بناخذ هذا الخبر اللي عن أفضل الأوقات لتناول فيتامين دال، ونبتدي بهذا الخبر. توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا بتناول مكملات فيتامين دال خلال أشهر الشتاء أو من سبتمبر إلى أبريل، لأن الجسم لا يستطيع إنتاج ما يكفي من فيتامين دال من ضوء الشمس، لأن ضوء الشمس قليل. وبينما يوصي فيتامين دال أو كمكمل غذائي، أو يوصي به الأطباء كمكمل غذائي، إلا أنه جرى تناوله في وقت، أو إن إذا نحن نشوف تناوله في وقت محدد من اليوم فسيكون له أكثر فعالية، وهذا بيكون من الأفضل مع تناول العديد من المكملات الفيتامينات مع الوجبات. وقد يكون تناول فيتامين دال مع أكبر وجبة في اليوم هي الأكثر فائدة. ووجدت الدراسة أن أولئك الذين يتناولون فيتامين دال مع أكبر وجبة لهم في اليوم زادت مستويات الفيتامين دال في نظامهم بنسبة 50%. والغرض الأساسي من فيتامين دال هو المساعدة في تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم، ونتيجة لذلك فإن العناصر الغذائية ستساعد في الحفاظ على صحة عظام الشخص وأسنانه وعضلاته. وتكمن أفضل طريقة لزيادة مستويات فيتامين دال خاصة خلال فصل الشتاء في تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات، وتعتبر الأسماك الزيتية واللحوم الحمراء وصفار البيض وبعض الأطعمة المدعمة كلها مصادر غنية لفيتامين دال. فنحن نوصيكم بتناول فيتامين دال مع أكبر وجبة لكم أو أهم وجبة لكم في اليوم. تواصلوا معنا وخبرونا شو هي أكبر وجبة لكم في اليوم. بالنسبة لي أنا وجبة الغداء، وأتوقع معظم الشعب هني يفضل وجبة الغداء، لأن الغداء لأنها تكون الوجبة الأساسية عندنا في اليوم. بس مع الشتاء صار الموضوع، مع أن الوقت قمنا ناكل الوجبات ممكن متفاوتة، أو يمكن الأكل يطول معانا لحد بالليل، فيصير معانا مثلا يمكن الوجبة الأساسية تكون في العشاء.
فالحين بما ان احنا تكلمنا عن الفيتامين د وعن اشراقة الشمس وعن عن كيف انها مفيدة ان حتى لو نحن في فصل الشتاء تعرضنا للشمس او ناخذ كفايتنا من الشمس، هذا شيء مهم. فنحن نوصي ان بالجميع ان دائما يشوفون نفسهم لو عندهم فترة معينة في اليوم يطلعون يمشون لهم شوية ويتعرضون لأشعة الشمس في الاوقات اللي يوصي فيها اطباءهم، يكون ايضا مدعم لهذه المكملات الغذائية. ننتقل الحين مع فصل مع فقرة شيقة جدا ومع الأستاذ أسمة جناحي. فقرتنا اليوم أكيد ممتعة، هي أن أهم المستجدات في وسائل التواصل الاجتماعي على صفحاتنا وصفحات هيئة صحة دبي. صباح الخير أستاذ أسماء. صبحت الله بالنور والسرور دكتورة عليك وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. صبحت الله بالخير. نحن موجودين بعد اليوم الثاني بمعرض الصحة العربي، وهو مثل ما يقول ثاني أكبر معرض صحي على مستوى العالم وأول معرض من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في هالمعرض في كل الجهات الصحية والطبية سواء من قطاع الخاص والحكومي وأيضا من الشركات تعرض أبرز وآخر وأحدث التقنيات المستخدمة في القطاع الطبي. أيضا نحن كهيئة الصحة مشاركين بمجموعة من الأشياء من ضمنها خدماتنا الذكية، وأيضا الخدمات اللي نحن كنا نستخدمها ولها تأثير وايد قوي في القطاع في علاج المرضى. من مثلا عندنا مجموعة من الأشياء، مبادرة دبي للقلب السليم، عندنا طبيب الكل دبي للقلب السليم تقريبا يبالها بعد 5 سنوات بتكون خلاص حيز التنفيذ. أيضا من ضمن الأشياء نابض الملف الإلكتروني الموحد اللي يوحد ملف المريض في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وأيضا من ضمن الأشياء جهاز إكمو. هذا الجهاز أيضا كنا عارضين في المعرض أول مريض دخل في العناية وكيف تم أنقاذه في كوفيد، وكيف تم أنقاذه حيث أنه كانت حياته مهددة للوفاة، والحمد لله هو بخير ورجع بلاده ويطرشنا من فترة لفترة فيديوهات خلال وجوده مع أسرته. الحمد لله رب العالمين عليه. الحمد لله. وكل فضل رب العالمين طبعا، وأيضا يعني طبعا كلهم يعني زي ما يقولون أسباب. ونحن طبعا من هالمنصة الصبح نوجه أحلى تحية لكل الأطباء اللي موجودين في هذه الفترة. ايضا بعد من ضمن الاشياء دكتوره حاطينها عندنا طريقه مشاركتنا ضمن جهاز الالم، كيف يعني في بعض الاشخاص لما يقولون مثلا عيادات الالم يعني ادويه وشي، لكن نحن في مستشفى راشد نستخدم اجهزه خاصه لتسوي كنترول للالم، وهي موجوده في مستشفى راشد ونحن عارضينها ونتكلم عنها ونناقش فيها ايضا الاشخاص اللي يجون. ايضا من ضمن الاشياء المهمه اللي موجوده اللي هي منصه عندنا الاستثمار الطبي في دبي، عندنا الدليل الكامل وايضا مجموعه من الشركات اللي تصنع الادويه في دبي وتحت عنوان صنع في دبي. تقريبا هاي الاشياء اللي كان موجوده عندنا في المنصه. ايضا من ضمن الاشياء اللي نحن يعني نبغى ناكد عليها ان فعلا اهميه الخبر اللي كنتوا حاطينه اليوم، يعني في الشتاء الشعب كله مستوي الوجبة الرئيسية في الليل، لكن نحاول ننصح ونقول إنه وزعوهم شوية مثل ما نعامل الوجبات في الصيف، خل نعاملها شوية غير في الشتاء. نعم أكيد أنا أيدش الكلام. طبعا نفس ما قلنا يعني أكيد في يعني الشتاء شوية تغير علينا الأوقات، ومثلا الشمس تغرب شوية قبل الوقت اللي نحن معتادين عليه، والجو شوية دافي قصدي بارد، فنحن ندفي نفسنا. فنحن نوصي أن النظام الغذائي لازم يكون متكامل، صح الأستاذة أسماء؟ ولازم صحيح. يكون عندنا نظام غذائي نتبعه طوال السنة. شكرا جزيلا الأستاذة أسماء، وشكرا. بس خلينا قبل ما نختم هذه الفقرة نذكرهم بالتبرع بالدم وبحافلة التبرع الدم اللي موجودة في تفضل الأستاذة. عندنا حافلة التبرع بالدم موجودة في قدام قاعة 5 في مقابل نيرة، موجودة لكل الأشخاص خلال فترة أربعة ومدلة للتبرع بالدم. ونحن أيضا قبل ما نختم نحب نقول رسالتنا الصباحية واللي هي تقول
جميعنا معرضون للخطأ، ولكن هناك من تعلم من الخطأ وتميز، وهناك من لام نفسه وتوقف. تعلم من أخطائك وانطلق نحو التميز، ودمتم بصحة وسعادة. ودمتم جميعا بصحة وسعادة. ناخذ فاصل، شكرا جزيلا للأستاذة أسماء، وناخذ فاصل قصير ونرجع لكم إن شاء الله. صحة وسعادة. رجعنا لكم مرة ثانية، معاكم دكتورة سارة الدلال وبرنامجكم الشيق برنامج صحة وسعادة. نذكركم بأرقام التواصل على رقم 600551414، وعلى الرسائل النصية 4006. طبعا نحن اليوم عندنا فقرات شيقة جدا، وبنكمل حديثنا بعد ما خذينا آخر الأخبار مع الأستاذ أسم الجناحي من معرض الصحة العربي. تستعرض هيئة الصحة في منصتها بمعرض الصحة العربي مجموعة مميزة من الخدمات وأحدثها من المبادرات والبرامج والتطبيقات الذكية، نفس ما خبرتنا قبل شوي الأستاذة أسم الجناحي. وفي مقدمة ما تقدمها هيئة الصحة لرواد المعرض من المسؤولين وصناع القرار والأطباء والمهتمين بالشأن الصحي، خدمة طبيب لكل مواطن التي تنفذها الهيئة تحقيقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، التي جاءت ضمن بنود وثيقة 50. ولعشان نتحدث أكثر عن هذه الخدمة الرائعة والمميزة اللي تقدمها هيئة الصحة في دبي وانطلاقتها ونجاحها والجديد فيها، يسعدنا أن نستضيف الدكتورة عليا الرفيع، مدير إدارة خدمات البرامج التخصصية في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير دكتورة. صباح النور، مرحبتين. أهلا دكتورة سارة، يا هلا، حياة الله أنت والمتابعين. الله يحييك دكتورتنا العزيزة. دكتورة عليا، لو تخبرينا شوية، لو تقولينا عن المعرض بشكل عام أول شيء، وعن الخدمة المتميزة اللي تقدمها هيئة الصحة في دبي، خدمة طبيب لكل مواطن. مرحبا دكتورة سارة. طبعا بالنسبة لمعرض الصحة العربي، هو معرض يتميز بأنه يعرض لنا آخر ما توصل إليه العلم من مجال في مجال الصحة وفي مجال العلاج والتشخيص من عدة دول، فهو يكون فرصة نلتقي فيها بالخبراء وبالشركات اللي عندها أفكار جديدة، حيث الواحد يقدر يطبق أشياء جديدة منها، وكذلك يستعرض معاهم آخر ما توصل إليه الطب والخدمات الصحية في مدينة دبي. بالنسبة لخدمة طبيب لكل مواطن، طبعا مثل ما تفضل، في أطلق الشيخ محمد بن راشد الله يطول عمره وثيقة 50، وكان أحد بنودها هو توفير طبيب لكل مواطن. هيئة الصحة كانت أول جهة حكومية تبدأ بتطبيق الوثيقة، وبدأت في أول نقطة في نقطة طبيب لكل مواطن، وكانت الفكرة جميلة بأن احنا نبدأ بتقديم الخدمات بطريقة ذكية اللي هي السمارت سيرفيسز عن طريق الاستشارات المرئية والاتصال. بدأنا فيها احنا في عام 2019 في شهر ديسمبر، وبدأت تقديم الاستشارات في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر، وتم تقديم ما يقارب 300 استشارة في الشهر الأول، أو خلينا نقول في الأسبوعين الأوليين. وبعدها طبعا تم إعلان الجائحة من منظمة الصحة العالمية في شهر 3 في عام 2020، وهني بدأ دور خدمة طيب لكل مواطن يبرز بشكل أكبر، وصارت في مقدمة الخدمات اللي تقدمها الهيئة لتقديم كل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين أثناء تواجدهم في منازلهم. ارتفع تقريبا ما شاء الله عدد المتعاملين من 300 في الشهر إلى 11,000 في شهر 4 في فترة الإغلاق، وطبعا هذا يدل على أن المبادرة كان لها أثر كبير في تقديم الخدمات لكل الناس اللي كان في هذه الفترة فترة الإغلاق، في يعني بحيث الناس تلقت الخدمة، عرفت تحاليلها، حصلت الأدوية بالتعاون كذلك مع مبادرة دوائي لتوصيل الأدوية، فبهالطريقة زاد استخدام الخدمة فوق 100% الحمد لله. وهذا يدل على أن وجود الخدمات الذكية يساعد بشكل كبير على أن احنا نقدر نتأقلم مع كل الظروف، حتى أثناء الجائحة والإغلاق كان المتعاملين يقدرون يحصلون على هذه الخدمات. طبعا هذه المبادرة الطيبة والمبادرة اللي لها أثر إيجابي، نفس ما أنت تشوفين يعني في مدة قصيرة، نفس ما ذكرتي دكتورتنا العزيزة،
كيف كان لها أثر إيجابي من جميع النواحي باستخدام الطرق الذكية واستخدام الوسائل الذكية. فمستوى هذه الخدمة كيف ممكن نحن نتكلم كيف تدار وشو الكفاءة الكفاءة الكوادر الطبية القائمة عليها؟ في تساؤلات تقول أو أوكي يعني يمكن أنا لو أتواصل من عن طريق الآب منو راح يشوفني؟ هل بيكون في مستوى أسسمنت أو مستوى يعني أسئلة معينة قبل ما نحصل على الخدمة؟ لو تخبرينا شوي دكتورتنا العزيزة عن المستوى هذا وكيف تدار. بالنسبة للخدمة طبعا الخدمة تقدم عن طريق حدث موعد، يقدر المتعامل يحصل على موعد عن طريق مكتب الاتصال في هيئة الصحة أو عن طريق الأبليكيشن. يعني أول نقطة يكون فيها المتعامل ينزل عندنا تطبيق هيئة الصحة ويحجز موعد عن طريقه أو عن طريق مركز الاتصال، وبعدها راح يتلقى رسالة نصية أو إيميل يأكد عليه الموعد. بمجرد طبعا حدد الموعد والتأكيد يقدر في وقت الموعد أن يدخل على الزر الخاص بالموعد ويتواصل معي الطبيب مباشرة بالفيديو. إدارة الخدمة طبعا في عندنا مثلا جروب مؤشرات أداء كثيرة، عندنا وقت الانتظار احنا نحتسبه، كذلك جودة المكالمات، أيضا عندنا مقياس لرضا المتعاملين أيضا عن الخدمة كنا نقيسه يعني بعد الاتصال، وكذلك في إجراء مسوحات مباشرة على المتعاملين نشوف رضاهم واقتراحاتهم لتحسين الخدمة. من الاقتراحات كذلك كان مثل دخلنا عليها تخصصات جديدة، يعني في البداية كان فقط الأطباء اللي يقدمون الخدمة هم أطباء حاصلين على شهادات في طب الأسرة والمجتمع، يقدرون يخدمون جميع الفئات من عمر يوم إلى أكثر من 100 عام لجميع الحالات، واللي يحتاج تحويل أو علاج أو استشارة يتم تقديمها. بعد ذلك شفنا ارتئينا ان ليش ما نقدم بعض التخصصات كذلك في الخدمه، فحاليا يقدم من خلالها في ايام اخرى، مثلا عندنا خدمات كبار السن، عندنا عياده الهشاشه الذكيه، عندنا كذلك عياده السكر، وان شاء الله في مشاريع مستقبليه مثل كذلك عياده النساء الذكيه وعياده ما بعد الولاده. عياده النساء راح تكبر باذن الله، وعياده ما قبل خدمات ما بعد الولاده راح تكون موجوده ايضا كخدمه ذكيه. هاي بس عشان نعم تفضلي دكتورتنا. فهذا يساعدنا بشكل كبير ان احنا نقدر نقدم الخدمة الأساسية اللي هي طب الأسرة والمجتمع ثم نضيف عليها تخصصات اكثر باذن الله. طبعا هذا نفس ما انت ذكرتي دكتورتنا العزيزة وتفضلتي، هذه كلها بجهودكم وبنحن نستمع للي يحتاج المجتمع، ومن بعدها نشوف كيف ممكن نقدم هذه الخدمات الطبية بأسرع ما يمكن وبأسهل الطرق. دكتورتنا لو نحن نشوف شوي نفس ما أنت ذكرتي عن مدى بعد الانطلاقة بفترة زمنية قصيرة، خلنا نقول أعلنت عن بداية الجائحة وجائحة كوفيد 19، ولو تعطينا شوي لمحة من أهم ما قدمتهم بالخدمة في الجائحة نفسها من بدايتها حتى وقتنا الحالي إن شاء الله. طبعا بمجرد إعلان الجائحة وبعدها بدأ عندنا قضية الإغلاق اللي كانت لفترة معينة، وبعدها يعني استل كان في إجراءات احترازية عالية في البلد مع وجود الحالات الإيجابية، وشفنا كذلك وجود أكثر من موجة في خلال الجائحة، يعني في موجات ترتفع وبعد ذلك الحمد لله يحدث هبوط ثم أحيانا ترجع موجة أخرى. خلال هاي الفترة خدمة طيب لك المواطن كان لها يعني خلينا نقول إسهامات كبيرة. في بداية الجائحة كانت خدمة طيب لك المواطن تتلقى جميع الاتصالات من المرضى الموجبين وهم في منازلهم، تقدم لهم الاستشارة، وكذلك نقوم بتقسيم الحالات، هل الحالة هذه بسيطة فممكن تكون في منزل وتحصل على الرعاية في المنزل ولا تحتاج أنها تتحول للمستشفى، وكنا كذلك ننسق مع مركز التحكم والسيطرة لنقل بعض الحالات من المنازل إلى المستشفيات. كذلك كان يتم تتبع الحالات مثل الحالات المخالطة، طبعا في بداية الجائحة بالاتصال بالمخالطين ونشوف الأعراض وننصح من يحتاج منهم أن يحجز موعد للدي سي آر أو المسحة أن يحجز الموعد. كذلك كبار السن وذوي الهمم، طبعا هي فئة خلينا نقول إحنا من أهم أو أولويات الفئات اللي عندنا هي هاي الفئات العمرية، فتم خلال فترة الجائحة وما بعد الجائحة فترة بسيطة تقريبا تم تقديم الخدمة لأربع آلاف شخص من ذوي الهمم وكذلك من كبار السن. الأمر طبعا اللي أكد لنا كيف إحنا نحاول نحميهم من أي مشاكل صحية أو حتى من خروجهم من المنزل في هاي الفترة، فكانت تقدم لهم الاستشارات ويتم توصيل الأدوية
للمنازل لهم. جميل جدا. وكذلك إلى الآن الحالات الموجبة حق الكوفيد بيجي طبعا الخدمات تقدم بدون رسوم لجميع الفئات حتى للسائحين اللي يدخلون البلد. إذا صار عنده تم تشخيصه بأنه حالة موجبة يحجز الموعد مع الخدمة ونقدم له الخدمة بطريقة الاستشارة الذكية. هالطريقة طبعا تقل المخاوف عند الناس، يقدرون يحصلون معلومات عن التطعيمات والتحاليل ونطمنهم على صحتهم ونشوف الحالات اللي تحتاج أنها تقيم بشكل أعلى أو تحتاج أنها تتوجه للمستشفى، نشرح للمريض كيف يقدر يروح للمستشفى وكيف يقدر يرتب المواصلات. بهالطريقة نضمن أن الخدمة كانت صحيحة للمرضى. جميل جدا. هو ما أدري دكتورة تعرفين هاي الرهبة اللي لما أي حد يقول لا عندنا موعد رايحين عند الدكتور وخايفين نروح له، لما يصير الموضوع من عن طريق التواصل السمارت أو التواصل الذكي سواء كان على التليفون أو عن طريق الآب أو التطبيقات، هذه تخف نسبة الرهبة وخاصة في خلال الجائحة هذه. فدائما التواصل هذا يكون خفيف يمكن لطيف على أي من المستخدم لهذه الخدمات. حسينا حتى أنه وفر كذلك كثير، يعني وفر لاستخدام حتى الموارد البشرية والموارد التقنية في الهيئة، ووفر أيضا وقت الموظفين. يعني كثير حاليا من الموظفين إحنا يقومون بالاستشارات أثناء وقت الدوام بأنه مثلا يحجز الربع ساعة هذه بعد الدوام أو قبل الدوام. نعم. أو حتى أثناء الدوام ويستأذن يعني هالوقت البسيط يسوي الاستشارة بدل كان ما كان يطلع من الدوام أو ياخذ السيارة ويروح ويرجع لاستلام الدواء أو لمعرفة التحليل أو إذا عنده أمر خايف منه، لا يقدم الاستشارة وهو في مكانه. فالناس قد تأخذ الاستشارة وهي في المنزل في البيت، أحيانا حتى تكون في حديقة أو في مكان. فسهل علينا إحنا الخدمات الصحية يعني بنسبة معينة أن يصير عندنا إحنا وقت أكثر الحالات اللي بالفعل تحتاج تزور المركز. وأنا أشجع الجميع أن يبدأ يتجه لي استخدام الاستشارات الذكية، لأن أنت في بيتك وعلى الموبايل وانت قاعد تتحصل الاستشارة والخدمة، ونفس الأطباء الموجودين في المراكز هم نفسهم اللي يقدمون الخدمة في مبادرة طبيب لكل مواطن. في كثير من كبار السن حتى يعني احنا نلتقي بزميلاتنا وبعض الموظفين يقولون لنا دكتورة احنا أهالينا ما عاد يروحون المركز مثلا إلا إذا كانوا محتاجين فحص طبي، لكن دائما خلاص تعول علمناهم مثلا على التطبيق ودائما يدخلون يحجزون الموعد ويدخلون على الاستشارة مباشرة. فصار حتى عندنا في عدد كبير حتى من كبار السن اللي كانت التقنية صعبة عليهم تعودوا على طريقة استخدام الاستشارة، وهو من المنزل يسوي الاستشارة ويطلب الأدوية أو يمر يعطي التحليل. فهذا ساعدنا بشكل كبير حتى على توفير الخدمة للكبار حتى أثناء عدم تواجد حد معاهم في المنزل. يعني ما يحتاج تدريب العيادة ولا يحتاج حد يتصل بالنيابة عنه، هو يقوم بالاستشارة وهو في المنزل وطبعا في راحته. انت تخيلين انت ما عندك قيود، مثلا ممكن لما يجي المركز يكون في بروسس معين، بس لما هو في راحته في بيته والرهبه هاي كلها ينساها ويكون مرتاح يتواصل معاكم، يمكن حتى يقدم او يتواصل معاكم بطريقه افضل عشان تساعدونهم بطريقه افضل. دكتورتنا بس عشان نذكر الناس كيف ممكن أي حد يتواصل أو يحجز المواعيد عن طريق الآب، ولو نذكرهم الآب دكتورة لو تتذكرين الآب. نعم. بالنسبة للأبليكيشن راح ينزلون الآب اللي هو تطبيق هيئة الصحة DHA، بعد ما ينزلونه ويعملون يحطون الإيميل ويكون لهم كلمة السر وكلمة المرور واسم المستخدم، بعد ذلك عن طريق يعني في عندنا زر اسمه خدمة طيب لكل مواطن، عن طريق بالضغط عليه راح يقدر يحصل أسماء الأطباء كلهم وأقرب موعد عند كل طبيب. وفي عنده خيار إنه يشوف أقرب موعد بشكل عام في الخدمة، يعني إذا مثلاً مو بعارف الأطباء أو مو متعود على طبيب معين يدخل ويضغط يحصل التاريخ المناسب يضغط عليه ويختار وقت الخدمة. كذلك في طريقة أخرى إذا هو متعود على الأبليكيشن أو مثلاً ما كان عنده نت أو واجه صعوبة، عن طريق مركز الاتصال 800-342 يحجز موعد معنا ويدخل معنا بعدها في الموعد، بيتلقى رسالة نصية بتأكيد الموعد وكذلك بريد إلكتروني. في نقطة دكتورة سارة كنت حابة أتكلم عنها، هي نقطة مذكرات التفاهم مع وزارة الخارجية، إذا في وقت نتطرق لها بإذن الله. تفضلي دكتورتنا. طبعا احنا نعرف ان في كثير من رعايا الامارات ومن طلابنا او دبلوماسيين خارج دولة الامارات قد يصابون بكورونا او قد يحتاجون لاستشارات طبية. ارتأت وزارة الخارجية ان نتعاون احنا لتقديم الاستشارات الذكية
المرئية لمثلا كل المصابين بكورونا في الخارج من دولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث حتى وهو في الخارج احنا نقدر نتواصل معه، نطمن عن صحته، نشرح له الإجراءات الرئيسية، وفي حال ان احنا كذلك حسينا ان الحالة لا تحتاج انها تنتقل للمستشفى، يتم كتابة هاي الملاحظة ورفعها للمنسقين من وزارة الخارجية. ففي شهر 9 عام 2021 تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية، والحمد لله بدينا بالمذكرة بشكل جميل، يوصلنا عدد كبير من المرضى اللي عندهم كورونا خارج الدولة، أو من الطلبة إذا حابين يأخذون الموعد، أو من الدبلوماسيين، ونقدم لهم الاستشارة بشكل مباشر على الموعد على مدار الساعة، طبعاً 24 ساعة الخدمة موجودة، ويتم كتابة التقرير عن الحالة والتواصل مع الخارجي. وبهالطريقة احنا نكون وصلنا حتى لرعاية الإمارات خارج الدولة، طمناهم على صحتهم، احنا طمنا عليهم وقدمنا لهم الاستشارة بالنسبة للحالة، وكذلك الحالة اللي تكون تحتاج زيارة للمستشفى طبيبنا ينصح الحالة أنها تحتاج تزور أقرب مستشفى لك لأخذ العلاج المناسب. نشكرك جزيل الشكر دكتورتنا عليا رفيع، ونذكركم أن اللي حاب ياخذ أي معلومات زيادة يتواصل على 800-342. ناخذ فاصل بسيط ونرجع لكم مرة ثانية. صحة وسعادة. مرحبا معاكم مرة ثانية مستمعينا من برنامجكم الشيق برنامج صحة وسعادة. ناخذ آخر فقرة لليوم، بس حابين نذكركم بأرقام التواصل على 600-551414، وعلى الرسائل النصية 4006. طبعا نحن مع اليوم واللي تناقشنا فيه قبل شوي عن خدمة طبيب لكل مواطن، وعلى المستجدات والمعرض، معرض Arab Health أو معرض أو المعرض المتميز من أكبر المعارض اللي يشهدها العالم الطبي في المنطقة نفسها. ففي معرض الصحة العربي في مبادرات كثيرة، ومنها المبادرة اللي تحدثنا قبل شوي عنها، وهي مبادرة طبيب لكل مواطن. وحابين نذكركم في المعرض نفسه أو في مقابل قاعة 5 في المركز التجاري في حافلة تبرع بالدم. نوصيكم بالتبرع بالدم في هذه الحافلة، وبتكون متواجدة طوال أيام المعرض. الحين بننتقل للفقرة الثانية، وهي فقرة ممكن يعني نشوفها بين الحين والآخر مع الأسر، مع الأم، مع الأب، لما يواجهون تحديات معينة مع نوم الأطفال. وهذه من المشاكل اللي خلنا نقول تخص دائما، إذا غيرهم مش إذا النوم مش منتظم، إذا في أسباب صحية أو غير صحية، أو هل لها علاقة بنوعية غذاء معين مثلا، أو أي شيء من هالقبيل، أو حتى متابعة مثلا أو استخدام الأجهزة الذكية إلى فترات طويلة. فعشان نتكلم أكثر في موضوع نوم الأطفال، يعني طبعا نحن يشرفنا أن نتكلم أكثر مع الدكتور هشام حمدان، استشاري الأمراض الصدرية عند الأطفال واستشاري أمراض النوم عند الأطفال بهيئة الصحة في دبي. أهلا وسهلا دكتور. يعني حياكم الله، السلام عليكم وشكرا على الاستضافة. الله يحييك. طبعا دكتورنا العزيز دكتور هشام، ممكن بس تخبرنا شو لها علاقة النوم ونوم الأطفال، وشو هو النوم الجيد، ومتى ما يكون النوم الجيد؟ أتوقع الأهالي يمكن يتساءلون، أو أي حد يتساءل، شو يعني النوم الجيد بشكل عام؟ النوم الجيد للطفل يعني بشكل عام يعني أن الطفل أولا ينام مقدار كافي من حيث عدد الساعات يوميا، وهذا المقدار يتغير بحسب عمر الطفل.
وتغير كذلك من طفل إلى طفل. وكذلك النوم الجيد يعني أنه نوعية النوم تكون جيدة، بحيث أنه الطفل ينام بشكل متواصل، ما يكون في أي شيء يزعجه أو يوقظه أثناء الليل، سواء من البيئة الخارجية مثل الإضاءة أو الصوت أو درجة الحرارة، أو من الطفل نفسه، سواء من مشاكل صحية معينة أو مثلا شخير أو ما شابه ذلك. وبالإضافة لذلك أنه يكون هذا النوم في موعد مناسب للنوم، وهو طبعا خلال فترة الليل وليس خلال فترة النهار، أو ما يكون معظمه خلال فترة النهار. فتوقيت النوم الجيد، ساعات النوم الجيدة، ونوعية النوم الجيد، هو هذا يكون تعريف النوم الجيد. وبالتالي الطفل خلال النهار بيستطيع أنه يمارس حياته بشكل طبيعي، بيستطيع أنه يستوعب بشكل طبيعي، ويكون نموه العقلي والانفعالي والجسدي جيد، لأنه أهم أو واحد من أهم حاجات النمو الجيد هو النوم الجيد. نعم نعم، نحن دائما ما نحط هذه أو ما نشوف العلاقة بين النوم وال وكيف أهميته طبعا في التطور عند الأطفال أو مع نمو الأطفال، إنه شيء مهم جدا يكون عندهم النوم أو الكواليتي أو الأسلوب اللي له ينام فيه الطفل لازم يكون من النوع الجيد. شو الساعات أو ما هي الساعات اللي يوصي بها الأطفال طبعا حسب الفئة العمرية نفس ما ذكرت دكتور؟ نعم، بالنسبة لساعات نوم الأطفال تغير من حسب السن، فيعني من تقريبا سن 3 شهور لتقريبا سن سنتين، فعدد ساعات النوم الموصى بها تقريبا من 12 إلى 16 ساعة في هاي الفترة. عادة الأطفال في هذا السن من 3 شهور إلى سنتين، هاي ساعات النوم بتكون على هيئة فترة نوم طويلة خلال الليل، زائد غفوة أو غفوتين خلال النهار. الآن بالنسبة للأطفال اللي من سن 3 إلى 5 سنوات، اللي هو سن ما قبل دخول المدارس، فعدد ساعات النوم الموصى بها تقريبا من 10 إلى 13 ساعة يوميا. وهذول الأطفال معظمهم بيستمروا أنهم بيحتاجوا يأخذوا غفوة خلال النهار من سن 3 إلى 5 سنوات، فبالتالي 10-13 ساعة بيكونوا موزعين على فترة نوم طويلة خلال الليل زائد غفوة خلال النهار. الآن الأطفال اللي أكبر سنا، يعني من سن دخول المدارس تقريبا من سن 6 سنوات إلى تقريبا سن 12 سنة ما قبل المراهقة، هذول الأطفال بيحتاجوا تقريبا من 9 إلى 12 ساعة يوميا. وفي هذا السن الطفل بيستغني عن غفوة ما بعد الظهر، فالطبيعي أنه في الطفل من سن 6 إلى 12 سنة أنه ما يحتاج يأخذ غفوة بعد الظهر. الأكبر الأطفال اللي أكبر سنا من سن 13 إلى 18 سنة، هذول حاجتهم من النوم تقريبا تكون من 8 إلى 10 ساعات. الشيء المهم أنه لما نحكي مثلا من 9 إلى 12 ساعة، لا يعني أنه كل طفل ممكن يمشي معه 9 ساعات أو يناسبه 9 ساعات. في أطفال يعني بيحتاج 12 ساعة، وهذا الطفل إذا نام 9 ساعات راح يكون ناقص عليه نوم. فبالتالي حتى في نفس الفئة العمرية كل طفل بيختلف عن الآخر في حاجته لساعات النوم. وكيف مثلا ممكن نحن نعرف كأهالي أو أي حد من الأهالي الحين اللي يستمعون للبرنامج، كيف ممكن أعرف شو الساعات اللي تناسب طفلي نفسه؟ هل ممكن أنا أتابعه فترة معينة وأعرف والله 10 ساعات هو هذا أو لا 12 أو إلى آخره؟ شو ممكن الدلالات اللي ممكن تخبرنا الساعات اللي تناسب أو تكفي الطفل نفسه؟ نعم، في أشياء ممكن الأهل يلاحظوها. أولا إذا كان الطفل بيغفى فورا، يعني فور ما بروح على سريره بيغفى خلال دقيقة أو دقيقتين، هذا يدل على أنه الطفل عم بينام متأخر، لازم ينام أبكر، لأنه الطبيعي أنه الطفل يغفى خلال تقريبا 15 دقيقة من الذهاب إلى السرير. فإذا كان الطفل بيغفى مباشرة أو بيغفى قبل حتى ما يروح على السرير، هذا معناته أنه موعد النوم هذا متأخر، والطفل لازم ينام أبكر عشان يحصل على القسط الكافي من النوم. كذلك عند الاستيقاظ صباحا للمدرسة مثلا، الطفل لازم يكون لما يستيقظ يكون مستيقظ وحاسس أنه اكتفى نوم وليس بحاجة لأنه ينام زيادة. النقطة الثالثة كذلك الأهل ممكن يلاحظوها، أنه إذا كان طفل أكبر من سن 6 سنوات ولا يزال يحتاج أنه يغفى بعد الظهر أو يأخذ غفوة بعد الظهر، هذا مؤشر على أنه الطفل مش عم بينام كفاية ليلا. برضو من ضمن الأشياء الشائعة أنه بتلاحظ مثلا الطفل
أيام المدرسة مثلا بيستيقظ الساعة 7 الصبح يروح المدرسة، بس في الويك اند في عطلة نهاية الأسبوع أو في الإجازات بضل نايم للساعة 12 مثلا الظهر أو للساعة 10 أو 11. هذا الاختلاف الكبير بين عدد ساعات النوم خلال أيام الدراسة وأيام عطلة نهاية الأسبوع يدل على أنه الطفل مش عم بحصل القدر الكافي من النوم خلال أيام الدراسة، وبتراكم عليه نقص نوم وبحاول يسده خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهذا النمط مش نمط صحي صراحة. الأشياء الأخرى اللي ممكن الأهل يلاحظوها على الطفل خلال النهار أنه يكون نعسان، ولكن الأطفال بالذات في الأطفال لما الطفل ما يكون نايم كفاية على الأغلب هذا الشيء راح ينعكس على هيئة فرط حركة أو زيادة حركة خلال النهار وليس نعاس خلال النهار. فالأهل بلاحظوا طفلهم أنه كثير حرك وسريع يعني مزاجه سريع الانفعال، هاي بتكون قد تكون مؤشرات على أنه ما بينام كفاية خلال الليل. نعم نعم دكتورنا، هذه الأشياء اللي توصي فيها إن شاء الله بإذن الله أن يتابعون طفلهم ويشوفون شو الساعات الكفاية اللي ممكن تناسب الطفل نفسه. طب خلينا نحن الحين شوية ندخل في الموضوع، متى ممكن أو متى ممكن الأهالي يشوفون أن مراجعة الطبيب خاصة لها العلاقة بنوم الطفل مهمة وأن لازم يراجعون الطبيب في أقرب وقت ممكن؟ نعم، في بعض المؤشرات مثلا إذا كان الطفل مثلا لديه شخير مرتفع وهذا الشخير مزمن الآن، يعني كثير أطفال لما يصيبهم نزلة برد أو يصيبهم إنفلونزا أو ما شابه أو زكام بصير عندهم شخير ولكن بيكون فترة مؤقتة، ولكن إذا كان شخير مزمن وموجود حتى لما يكون الطفل مش مصاب بنزلة برد أو مش مزكم أو مرشح وكان شخير مرتفع، وخاصة إذا صاحبوا أشياء أخرى زي توقف النفس أو أن الطفل يشهق أو يستيقظ أثناء الليل، هذا يكون مؤشر على ضرورة مراجعة الطبيب، لأنه قد يؤشر عند بعض الأطفال على وجود انسداد مجرى التنفس وأنه بحاجة لرعاية طبية. كذلك أنه إذا كان الطفل خلال النهار زي ما حكيت، إذا كان خلال النهار عنده مشاكل سلوكية، فرط حركة مثلا، ما بينتبه في المدرسة، عنده مزاج سريع الانفعال مثلا، أو أنه يكون نعسان خلال النهار، هاي برضو قد تؤشر لأنه الطفل لا ينام كفاية في الليل أو أنه نومه نوعيته مش جيدة، حتى لو كانت الساعات كافية بس نوعية النوم غير جيدة، وبالتالي يفضل مراجعة الطبيب. أشياء أخرى ممكن تكون عند الأطفال اللي بتؤشر أنه يمكن يحتاج أنه يراجع طبيب، أنه إذا الطفل كان عنده مخاوف مزمنة من الابتعاد عن الوالدين أو بالذات عن الأم خلال فترة الليل، وبيظل يصر على أنه مثلا والدته تضل معه خلال فترة الليل أو تكون جنبه في السرير أو ما شابه، هاي أيضا أحد المؤشرات. إذا الطفل عنده بصير ظواهر غير اعتيادية أثناء النوم زي مثلا المشي أثناء النوم أو الإصابة بما يطلق عليه النايت تيررز أو رعب الليل، وهي أن الطفل بصحى وبصير يصرخ وما بعرف مين في حواليه، أو إذا الطفل بيعاني من كوابيس متكررة، هاي برضو مؤشرات لضرورة مراجعة الطبيب. كذلك يعني إذا كان المدرسة بتبلغ الأهل أنه الطفل أنه ابنهم يعني خلال الدراسة في عنده مشاكل سلوكية أو أنه لا ينتبه أثناء الدرس أو أنه نعسان، وكذلك الأطفال اللي كانوا أكبر من 6 سنوات ولكنهم يعني بروحوا من المدرسة ولازم يناموا لهم ساعة ساعتين، هذا برضو يؤشر على أنه الطفل قد يكون عنده مشكلة في النوم. نعم شكرا دكتور على التوضيح. ومن الأشياء اللي ذكرتها دكتور أن تعلق الطفل مع الوالدة أو أن تكون معاه في الفترة المسائية أو عند النوم، فممكن سؤال ينذكر أو يجي على بالنا، متى العمر الأنسب أو متى يفضل أن يبتدي الطفل ينام نوما منفصلا عن والديه؟ نعم، هو يعني في كذا رأي طبي في هذا الموضوع، بس الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال تنصح أن يستمر الطفل بالنوم في غرفة والده ولكن على سرير منفصل طبعا مش على نفس سرير والده على الأقل لسن 6 شهور ويفضل لغاية سن 12 شهر. فهي آخر توصية من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بخصوص مكان نوم الطفل، ولكن يعني يجب أن يعني أنبه لأنه حتى لو الطفل كان بينام في غرفة والده لازم ينام على سرير منفصل أو على سطح منفصل، ما بصيرش ينام على نفس السرير اللي بينام عليه الوالدين، وهذا ابتداء من يعني عمر يوم واحد.
نعم، بس خلينا نفترض نحن مع ان في مثلا اهالي حتى الحين ان عندهم اطفالهم ينامون معاهم في نفس السرير، كيف ممكن ان نساعد هذه الاطفال اللي تعودوا النوم مع السرير مع الاهالي ان ينامون وحدهم في سريرهم الخاص؟ نعم صحيح. في هذه الحالة أول إشي يعني حسب سن الطفل، ولكن يجب البدء بالتواصل مع الطفل وشرح له أهمية هذه الخطوة، ويعني تبيان له أنه هذا شيء مهم لأنه هو عم بيكبر وهكذا، حساس أن الطفل ما يفهم أنه هذا نوع من الرفض أو أنه الأهل يعني ما مش راغبين في وجوده معهم أو ما شابه. كذلك التوقيت المناسب، يعني اختيار توقيت أنه مثلا ما يكون الطفل في ذلك الوقت مريض أو يكون الناس الأهل على سفر أو ما شابه، وكذلك ما يكون في مولود جديد يعني جاء للعائلة، يعني لأنه هذا ممكن الطفل يفهم أنه هذا المولود الجديد الآن يعني سيستبدلني أو ما شابه. فإذا كانوا الوالدين يعني متوقعين مولود، فقبل بفترة يجب البدء بتجهيز الطفل أنه ينام في غرفة يعني أخرى، مش مباشرة بعد يعني ولادة المولود الجديد. كمان أن يكون هناك روتين منظم لفترة ما قبل النوم، يعني قبل ما يروح الطفل للسرير بنص ساعة يكون هناك روتين يشتمل على نشاطين أو ثلاثة متكررات بشكل يومي ويكون في نفس الموعد، مثل مثلا أن الطفل مثلا يستحم، مثلا يلبس البجامة، يقرأ له قصة قصيرة، بحيث أنه هذا يجهز الطفل لفترة النوم. وبرضه أنه غرفة النوم الطفل تكون فيها إضاءة بشكل خافت، بحيث أن الطفل في الليل ما ينام، ما تكون إضاءة قوية لتأثر على النوم بس تكون خافتة، وتكون غرفة النوم هادئة. وكذلك يعني من وسائل التغيير السلوكي أن الطفل إذا نجح في يعني أن لما ينجح في تطوير عادات نوم جيدة ويصير ينام لوحده، يجب تشجيعه ومكافأته ويعني تبيان أنه هذا الشيء إنجاز كويس بالنسبة له، بحيث أنه يصير في عنده تحفيز لذلك. الأشياء برضو المهمة في مساعدة الطفل على النوم في سريره تشمل الاستمرارية، يعني أنه الأهل مش ليلة ليلتين وبعدين يحكوا يعني خلاص مش قادرين، لا، يجب الاستمرارية والمثابرة لتحقيق النتائج وعدم استعجال النتائج. يعني مرات الأطفال بأخذوا يعني أسبوع أسبوعين ثلاث أسابيع لحديت ما يستطيعوا أنهم ينفصلوا عن أهلهم في النوم في الليل ويناموا في سريرهم أو في غرفتهم المنفصلة. نعم، شكرا دكتورنا على التوضيح. كلمة أخيرة ممكن تخبرنا عن هذا الموضوع؟ نعم، يعني هو النوم جدا مهم للأطفال، والأطفال بيقضوا معظم وقتهم في النوم، وهذا الشيء يعني ربنا خلقه لداعي، فبالتالي لابد من إلى النوم أولوية في حياة الطفل، بحيث أنه يكون له جدول ثابت للنوم والاستيقاظ ويكون عدد ساعات نوم كافية. وعدم تغيير ساعات النوم، عدم تغيير موعد النوم خلال الأسبوع بين الأسبوع ونهاية الأسبوع والإجازات بأكثر من ساعة، يعني كثير بشوف أطفال بالأيام المدارس بناموا بشكل جيد من 8 المساء بس الساعة 6 الصبح، في الويكند بضلوا صحيين للساعة 12 في الليل. هذا الشيء غير صحي وبيتعب الطفل خلال الأسبوع، وبالتالي يجب أن يكون هناك تنظيم لساعات النوم لدى الأطفال، تجنب تناول الكافيين أو الأشياء المحتوية على الكافيين، هذا أيضا مهم، عمل روتين ما قبل النوم بنص ساعة بحيث أن الطفل دماغه شوي يهدى ويستعد لاستقبال النوم، أنها تكون البيئة النوم مريحة وهادئة. وكذلك يعني في فترة المساء قبل النوم ساعة ساعتين يفضل إطفاء الأجهزة الإلكترونية وتخفيف إضاءة المنزل، وأن الطفل ما يكون يعني جالس مثلا يلعب على الإكس بوكس أو كذا ألعاب شوية تحفز دماغه وبعدين يطفيها ويروح ينام، لأنه هذا راح يأثر في مدى سرعة نومه. يعني فيعني هاي الأشياء اللي كنت حابب أوضحها بالنسبة لموضوع النوم. نشكرك جزيل الشكر دكتور هشام حمدان، استشاري الأمراض الصدرية واستشاري أمراض النوم عند الأطفال بهيئة الصحة في دبي. شكرا جزيلا دكتورنا. شكرا على الاستضافة.
وفي نهاية حلقتنا اليوم نشكر لكم حسن متابعتكم، آملين أن كنا نحن عند حسن ضمكم، والشكر الجزيل لكل الموجودين معانا اليوم من تنسيق والإعداد، وشكر موصول لمنسقنا أحمد سلامة ولمخرجنا المبدع نمر محمد. نشوفكم على خير بإذن الله بكرة، وكل الشكر لإذاعة نور دبي والقائمين على هالبرنامج، ودمتم في أمان الله. صحة وسعادة.